30 يونيو بالنسبة لحضرتك ايه؟ 30 يونيو محطة من أهم المحطات اللي أنا يعني ساهمت فيها بشكل، أرى إن أنا ساهمت فيها بشكل بشكل بارز للجميع طبعا، مش محتاجة يعني. ممكن يبقى مش للجميع على حاجة، إنما يكفي إن أنا أشبعت يعني حبي للوطن والبلد والمحاماة في إن أنا أكون في وأبقى متسق مع ذاتي. يعني بمعنى إيه؟ انا زي ما بدات حضرتك، انا خصم واضح وصريح للاخوان المسلمين حتى لو تحفظت. لا مش هتحفظ على دي، ما اقدرش اتحفظ كده برضه من 2001، وانا مش 2001، من التسعينات انا كنت عضو، وكان الاخوان المسلمين بيحاربوا وجودي في مجلس نقابه المحامين، ونجحت وانا خارج قائمتهم مع الاستاذ احمد الخواجه. لكن لما توفى احمد الخواجه وترشحت الموقع، هم خاضوا المعركة، وأنا كنت خصم صريح للإخوان المسلمين. حتى لما جينا في 25 يناير أنا ما كنتش مصدق أبدا إن هم ممكن يبقوا حلفاء للقوى السياسية اللي موجودة، وملاحظاتي وأنا في جبهة الإنقاذ وأنا في المجلس الاستشاري اللي توليت فيه منصب نائب الرئيس ثم رئيس المجلس الاستشاري، كنت بقول إنه القضايا التي العصا التي توضع في عجلة الثورة من قبل الإخوان المسلمين هي قصد أنهم يسيطروا عليها. هم بمجرد ما تنحى الرئيس السابق حسني مبارك، جابوا يعملوا صلاة الجمعة الختامية في ميدان التحرير، فاستدعوا يوسف القرضاوي، الشيخ يوسف القرضاوي، علشان يؤم الناس في هذا المكان. هذه الإمامة هم كان قصدهم يعلنوا للعالم أن الذي يقود الثورة أو يقود هذه الجماهير هم الإخوان المسلمين. فقلنا ماشي، قلنا خلوا بالكم، السذاجه والسطحيه لبعض السياسيين في ذلك الوقت خلتهم يندفعوا في انه لا دول حلفاء واحنا مع بعض. طيب ماشي، اشتغلنا مع بعض، قالوا احنا عايزين نعمل الانتخابات. انتخابات ازاي؟ ما نتفق الاول على الدستور. لا، الانتخابات اولا، ونجحوا في الانتخابات اولا. وموقف حضرتك كان واضح في الوقت ده، وشكلوا جمعية تأسيسية للدستور علشان تضع الدستور بأغلبية إخوانية، وإحنا قلنا دي أغلبية إخوانية لن نسمح بأنها هي اللي تفرض علينا الدستور. وعينت مرتين في الجمعية التأسيسية الإخوانية دي ورفضت أن أشارك في العمل، رفضت أن أنا أروح، وقلت ده نوع من أنواع تكملة الشكل الديكوري للإخوان المسلمين عشان يطلع دستور يعبر عن الإخوان المسلمين. فقالوا ده قوة سياسية هي كانت موجودة ومعارضة، وبالتصويت نجحنا أو نجحوا في هذا الأمر. لا، رفضنا ده. لما حبوا في المجلس الاستشاري، كان الرئيس السابق محمد مرسي كان عضو في المجلس الاستشاري، وكنا متفقين أو كنا طارحين فكرة الدستور أولا قبل إجراء أي الانتخابات، وكانوا موافقين إلى أن جت لهم تعليمات وإحنا قاعدين في الاجتماع. تعليمات وإحنا قاعدين في الاجتماع ما توافقوش على هذا الأمر. قالوا لنا لا، احنا مش موافقين على ان احنا عايزين انتخابات الاول. دي المواجهه الشرسه اللي احنا واجهناها لهم، ورفضنا في الانصياع لرغبتهم في ان احنا نكمل الشكل الديكوري، وقبولهم للسيطره على الشعب المصري. ضخم الخصومه اكتر. دي اججت الخصومه مرتين، نرفض الجمعيه التاسيسيه، نرفض التصالح اللي كان عايز تعمله حكومه في ذلك الوقت. كان عايزيننا نقبل ده بقى رئيس مدني، وعلى فكره دي اكذوبه كبرى، لازم الناس تبقى فاهمه كويس يعني ايه الديمقراطيه. الديمقراطيه بالمفهوم العام ان الناس الاغلبيه تصوت والاقليه تحترم. طيب في ظل وجود الاخوان المسلمين اللي رشح الدكتور مرسي مين؟ رشح مكتب الإرشاد. مكتب الإرشاد مين ده؟ هي القيادة الحقيقية التي لها السمع والطاعة على كل الإخوانية الموجودين في مصر. إذن ولا أعمى، السمع والطاعة هي ديكتاتورية السمع والطاعة. يعني إذا احنا عايزين نسمي وصف دقيق لمسألة، ديكتاتورية السمع والطاعة في قالب ديمقراطي. إن هو بالسمع والطاعة تم طرح رئيس الجمهورية، بالسمع والطاعة الناس انتخبت رئيس الجمهورية، بالسمع والطاعة بقى في برلمان، بالسمع والطاعة تطلع قوانين والدساتير بيها. فين الديمقراطية؟ نحن هنتخيل إن كل الشعب المصري في الإخوان المسلمين. لا بعض الشخص. طيب أنا بقول لك هنتخيل ده يعني جدلا غير الوعي، جدلا مرفوض. جدلا مرفوض.
انه طب هيناقشوا ايه في البرلمان؟ هيختلفوا على ايه؟ اذا كان في الامر يعني مكتب الارشاد لازم يدي لهم التوجيه، انت هتوافق ولا مش هتوافق؟ خلاص مش مش محتاج تناقش، مش محتاج تتكلم خالص، هي اوامر وبتطاع فقط. بالظبط. فكانت القضيه لازم نواجه ده، لازم نواجه انك تتحكم بنظام هو في حقيقته بيسعى الى ان ينتقل من مرحله التوريث الشخصي اللي كان حسني مبارك كان عايزها لاولاده الى التوريث التنظيمي، انه هذا التنظيم هو الذي يورث الحكم لمكتب الارشاد، وان مكتب الارشاد هو اللي يجيب الرئيس ده وبعدين يجيب الرئيس اللي بعده وبعدين يجيب الرئيس اللي بعده وهكذا. فنتحول الى دكتاتوريه غير ليس لها نهايه. احنا هو في الدنيا رئاسه او في ديمقراطيه تعزل نائب عام؟